باش ولا مرضيت؟ قفلت الحفظ وعندي 6 سنين، فروحت المشايخ كتير، فيعني بعد فكله يحفظني شوية ويسيبني يعني. وبعدين أبوي حفظني وجاب لي شرايط وحفظت على الشرايط. والخطبة فضل الشيخ محمد كمال إنه ساعدني يعني في الخطب، وأي ما بعوز منه حاجة يعني ما بيتأخرش. وأستاذ منصور برضه بيكتب لي مثلا يحفظني الخطبة اللي هو الشيخ محمد يكتبها لي كده. الله يبارك فيك. عن طريق السمع، هو عشان كفيف يعني، فالوسيلة الوحيدة أنه هو طريق السمع وطريقة اللي هي البرايل، القراءة باللمس، وعن التسجيل حد يقرأ له زي أي واحد كفيف يعني. بالنسبة للقراءات، أنا الوقت رواية حفصة تمام الحمد لله، أما القراءات الوقت إحنا بندرس فيها في معهد في البودرشين، معهد القراءات. بدرس له اللغة العربية والمواد الشرعية، وبالنسبة للقرآن ممكن براجع معاه في الأجازة يعني. إيه كذلك في الخطابة برضو براجع له خطبة قبل إيه ما يخطبها من ناحية الأخطاء اللغوية أو الإملائية يعني. بسم الله ما شاء الله، نتمنى الأولاد مصر كلهم يبقى زي الشيخ سلام، ربنا يحفظه كده بإذن الله، ربنا يحفظه ويجعله دعاية إسلامية زي الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحوين والشيخ مسعد. إحنا نتمنى أن كنوا أطفال هذه القرية أو العالم يكون بنفس الاسطمبة دي يعني، يعني حافظين القرآن أتقياء يعني، يعني يكون نابذة للعالم الإسلامي كله.